إذا بتحبوا الموز تعالوا لنعمل أطيب كب كيك بالموز، ولا أسهل ولا أروع منهم، فعليا ما حياخد معكم 5 دقايق. بوعاء بخلط المواد السائلة مع بعض، البيض والفانيلا والزيت والحليب، بس بخلطهم هيك بخفاء يدوي لحتى يتجانس الخليط مع بعضه. وبوعاء تاني رح أحط المواد الجافة، الطحين والسكر، بيكنج باودر، بيكنج صودا ورشة ملح، وبخلطهم. هلأ عندي هون موزتين حجمهم كبير أو متوسط، عندي رح أهرسهم لحتى يكون عندي ناعم وما في عندي أي تكتلات. هلأ على الخليط المواد الجافة بضيف المواد السائلة وبضيف الموز المهروس، وبخلط الخليط مع بعضه بهذا الشكل لحتى يختفي عندي الطحين. رح فرجيكم كيف قوام الخليط، شايفين بهذا الشكل هيك صار عندي جاهز. هلأ صينة الكب كيك بوزع فيها ورق الكب كيك 12 قطعة وبوزع عليهم الخليط. الفرن عندي محمى وجاهز على درجة حرارة 180، الرف الوسط هياخد معي 20 لـ 22 دقيقة. وهيك عندي بعد ما جهز، شوفوا ما شاء الله عن جد لونه وريحته بتشهي كتير طيب الصبح هيك للفطور مع فنجان القهوة، وكمان بحب أعطيه لأولادي باللانش بوكس. أنا هون زينت بعض الحبات بخطوط الكراميل اختياري، ممكن تحطوا كراميل أو ممكن تتركوه مثل ما هو، وعلى الجهتين رح يكون كتير لذيذ وطيب معكم، واللي بيميزه إنه جدا جدا طري. جربوا هالوصفة، بتمنى أنها تعجبكم، وصحتين.